بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الدرس الثالث من كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ يحيى بن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى. باب الكلام هذا محل ومبحث. كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم، وهذه ثلاثها هي الكلم. والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى. فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام وآليف. والفعل معروف بقد والسين وتاء تانيث مع التسكين، وتاء فعلت مطلقا كجئت لي، والنون والياء فعلا وافعلي. والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كيس دحات كتاب الدرة البهية نظم الأجرومية للشيخ يحيى بن نور الدين العمريدي رحمه الله تعالى. وحن رب العمنا يا عشر كاس دحا باو الكلام. باو الكلام هذا محل ومبحث. كلامهم كلام النحويين، النحويين كلام كوض وحي كلام يغانان لفظ ودوق. لفظ ياسو مفيد فائدة، لفظ ياسو مسند لتيري. والكلمة كلمة اللفظ ودوق، المفيد وفائدة، المفرد ومفرد تنقسم ويقيم سمي. هي كلمة الاسم اسمية وفعل فعل ثم حرف ثم انتقد بحرف حرف. وهذه تني ثلاث أسد هي الكلمة بالليلها. والقول قول لفظ لفظ وقد أفاد فائدة مطلقا كلقاء إسلام، وذلك كقموي وقد وي وإن زيدا زيد ارتقى وكرنقضي. ألقم حكاة للشيخ دور مسألة كلام محلها كلام، كلمة محلها كلمة. وهل وين هل كلمة هل أري كلمة وكافية لام يميمة كلمة مدة هل كحبا تعمى إلى تعمى ربوضة تعقام إيه كلمة صدها صورة كلا قادرها. كلامهم كلام النحويين، نحويين وحي كلام يقانان عند النحاة لفظ وعطوك وحي أفر شرط لقاها الويورت. كلام النحويين اللفظ لفظ محل الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها ياء. لفظ وحال وحي الله بأخر لقاها الصوت طوق دوق دوقانا إنو كل مية حروف تي قادة قار كمي سيدة زيد زيد وكنا واغ حروف تي قادة صدح كمي دو وطاع زائية يائية دال كاوا اللفظ بالدين محان كالا إلا بأخر زيد وكنا واغ حروف تي قادة قار كمي دو وطاع زائية يائية دال. لفظ ملكي ليري وحاب حي وحان لغونا واغنو شان أرنا بحي وحان لغو دواقنو شان أرنا بح شان تام حيلي. الكتابة قريدة وحبال قرد وحبال لغا فائد لكن لغو من دواق. والإشارة تلمات وحلا إشارة إشارة نوي بحضي. والإشارة إشارة نوي بحضي إشارة نمحاول روحة ساتري حيكا نغت كار ساتري سيسع اسكب وحا ما سميسو كير زاش ما سميس ما هذا اشاره له. الكتابه تقرد بابا الاشاره تلمات النص وبرك ماشي وانا اختار كان حل وي واكو قرنت ال صورن بورك ماشي وحال وي لامي ما عسى له يقال النصب على وبارك العقد جنتمو وحن هذا اللو سمين بري ورجري جري وضياش يروي قانانو حساب وحاجري جر قعنت اللي سنيب وضي وحسوس سفري الله قيل عري انت عقاقت دو حاف كل شيء مال كالانا وحلان فرا اللي سنيب فرا هو الله برو عقد باليه هذا اللي مصاب حنا دو كان سيدا المركونا كان نبو حلام مدبو الريبا
وعيقاني كان لو حلو كدر عفك الله قاها اللي معي العقد بلا قنتي موي الكتابة الإشارة النصب العقد أرنك شرع هذا بحيوة لسان الحال فوستم مرم بابية لغوة لا أما الدكسي بها الدبلة ساري ويكريس محايا كلها وحي قش شاهي وكري مركو حلاء إدج توبادي وفران هوبيا كاسا إحنوه إحن لسان الحال بلاكواس شانتا شيء وحوال لغاية فهمي لكن لغو بان نواغن اللفظ بان لغوان أهرين تالواغن وح لغو نواغن حروف تيقادة أن لغي هرين باكمن نواغن عدد كحيوان كوكر دي بباعيي كصوت المدافع مدافع ذا نواغي جو نواغ بان نعي صلي ديه ماي لكن موح لغو نواغي باه ماي كصوت النبلي دربانك جو بو 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 عضو بحي لكن waxa lagu dhawaaqay ma aha allafdu marka labada arin baa la raa waxa lagu dhawaaqay waxa lagu dhawaaqayna inay xurubtay gaada qaar wataan baa la raa shardiga laba al murakabu waxa lagu dhawaaqay waxa la rabaa inuu noqdo laba kelimiya ka badan al murakabu wa ma tarakaba min kalimatayn fa akthar wax ka kooban laba kelimiya ka badan al mufidu fa'idala ما أفاد فائدة فائدة تامة يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا ينتظر سامع لشيء آخر ككنا واقعين هذا الفائدة وعين الناشر ككنا واقع هذا الفائدة وعين الناشر كي نجيسنا عينا وعين القنع وحدا موسسوي بالوضع بوشيخ كتري ماشي مركب كمسند بوكشر بالوضع عربي انه كفايده على رواه لو نقصت كلامهم كلام النحويين نحويين تا كلام كود لافظون ضوقوي مفيد وفائده مسند ولا تيري لبا كلمه كبدن ككوبن والكلمه هل كلمه اللفظ وضوا المفيد فائده المفرد ومفرد مرحبا تابوكي كلمه وهل وين والكلمة كلمة اللفظ والنوى المفيد فائدة المفرد كلية كلمة وحاول زيد كلية قام كلية علي كلية بركة وحدي وكلمة كتاب بس أدرك قلم وهل كلمة واي الكلمة والكلمة كلمة دي اللفظ والنواق ويهورت اللفظ وحلو النواق المفيد فائدة له فائدة لما يسترميها أرقنا وحلو فائدة زيد المركان عرقنا زائد إيادة إيادة الكمحين له فائدة فائدة طامة ماله لكن فائدة ليهن نين مقعينو يهاكا قرن قام كليات بالارك هو استاغ فائدة لما يسترمال لكن فائدة له استاغد بونو شيئا كلمة أي واحد نو فائدة ينس مارك وينات كلفة أما كلام كوحور ربا فائدة لما يسترم كان كلمة لاد وحكة فائدة وي كلمة لفتها والكلمة كلمة اللفظ نواق وي المفيد فائدة له المفرد ومفرد أهل كلمة سيدة زيد سيدة علي سيدة قام كلية سيدة قعد كلية سيدة أكل كلية قلم كلية مارك أريد معانيه سفائدة أريد يوحو كتوصا والكلمة كلمة اللفظ نواقوي المفيد فائدة المفرد ومفرد وحلوان واي الاسم وفعل ثم حرف تنقسم تنقسم سبوت نال الاسم جاري مجرورك وحكو تعلق على رأي تنقسم وحيو قيب سمي هي كلمة دي بعد هي كلمة دي كلمة دي هدى لشيغة الاسم الاسم ويكلمات سيدة زيد وفعل فعل بيكلمات سيدة قام ثم حرف هي حرف سيدة من هي إلى هي عن اسم كلمة زيد وكلمة دي
فعل كلي أقام وهذه هو كلمة حرف كلي من إيا إلى إيا هو كلمة لكن وايها وحفا إذا أما كاش فإذا ما يشترك كما أذهل لكن أريق اللفتي ساد معنيه سفا أنت ما قرأ فإذا ما يشترك وحالة رباها مركب كان لكن علي عين كان إيا الله يمكن يأذن فإذا أت كاش وانين ميع صدح أنا حرف نمي مقعوت ذاتي مقعوت تنقسم وحي وقيف سمي هي كلمة دي هذا الله صوشي الاسم اسم اسم ويكا إماتا وفعل فعل ثم انت أكدم حرف حرف تنقسم وحي وقيف سمي هي كلمة دي الاسم اسم سيدة زيد وفعل فعل سيدة قام ثم انت أكدم حرف حرف سيدة من إيا إلى إيا عن إيا وهذه تن وهذه يدعو على هذا اسم إشارة المشار إليه هل قاعد يسكفين وهذه تني واسمي فعل كحرف صدحه وهذه صدح لام بعدين اسمي فعل كحرف ثلاثها صدح الله مرك اللي اسكدر هي الكلمة كلمة اللي يرها كلمة مرك هل كان وحلا فانا فرق يفهم كلمة تن أو تعجب وذات أو كلمة تنة هي كلمة أو تعجب وذن كلمة تن مدة تعجب وذات اسمه كلي جبه كلمة فعل ككلي كلم حرف ككلي كلم كلمة ماركي لنا صدق هذا اللي سجي اسمه يا فعل ك يا حرف ك اللي سجي سيدا إن وحرف ك زيدا واسمه ارتقى وفعل إن زيدان ارتقى تا كلمة بالله كلمة يو كلمة صدق ذي كلمة كل من وقت وحيكون دران قاركود ها الصوت قاركود وحيكون دران أفاد أم لم يفيد فإذا هلا جاهلو سيدا إن زيدان ارتقى أم لم يفيد مربع فائدة لجا إن قام زيد إن وحرف قام فعل زيد فإذا ما له ما أفاد أم لم يفيد ومسألة كوبا صدح روضا مركي اللي هارو يا علماء غار وحيقة بان هي الكلم بعدهش صدح روضا اسكو دركو أفاد أم لم يفيد بعده أفاد وحفا إذي أم لم يفيد يوسفا إذين أفاد أم لم يفيد أما وحفا إذي أم يوسفا إذين أفاد أم لم يفيد واي أفاد وإن زيدا ارتقى أوكر أم لم يفيد إن قام زيد وإن قام زيد واي عفو واي وفي ساعات عالم شو عاشين عدو ويدي معناه صدح عدان لوذه المئات كود واي ثلاث أصدق مركي اللي اسكدر هي الكلمة بليها الكلمة مرك أفاد أم لم يفيد بعدي أفاد وحفا إليه سيرا إن زيدا ارتقى أم لم يفيد إن قام زيد واي أرنك على هالك الغدر وأرنته وإشاري أستاذ عبد الولي وحويري لما حدين نغضان كور لباها دين نقضان لباها دين نقضان وعند قام أبو زيد باجر قام وحاي استهاج أبو زيد زيد أبيه واي مركة كلمة دو شرد معها صدح الله إلا وضح صدح بقى اللي هيلي كلام لكن صدح لو اسمي ايهن منا فعلي حرف لو كجل شرط معها انا صدح ذا كلمة من نقضان منا اسم منا فعل منا حرف شرط معها فاذا انا شرط معها وهذه تاني صدح وذا ثلاثها صدح وذا هي الكلمة باللي لها والقول قول قول محالها اريا قول كلي وحضر قول قال وحير قولا هذا يا الله
قال وحو يري قولا لكن نحو ما هي قول تقان ارنتاس والقول قول لفظ وا دوا قرته واخ لو دواقو لفظياس وقد افاد فائده مطلقا كلا قايس الان وايه قولك هو عامس وذلك كقم كقم وافعل وانا قول فاعلك بهوس قم استاق انت وقد وي قد وحرف وقول ولو دواقه وهذه قد وحما فائده حرف وحما فائده انه قال اسمي اما فعل مويه وان زيدا زيد ارتقى واكر نقضي جمله دهن وحال دي قول كلم نويت كلم من دي انت هذا لهين قولك هو عام سوال قول عام بدي جرا الفيو والقول عام قولك عام نقضي والقول قول لفظ دواق وي قد افاد فائده مطلقا كلقى الاسلام وذلك كقم وقد وي وان زيدا زيد ارتقى واكر نقضي علامات الاسم وهلكن كبلا فيره علامات الاسم فالاسم اسمي عرف والله قصد بتوين لما شغل واحتوين وتدار توايس زيد والخفض هوصلك بزيد وحرف خفض هوصلك حرف كيس من البيت وبلام لامية وألف أربع لقوضة المسجد قريب فالاسم اسمي عرف والله قصد بتوين لما شغل والخفض هوصلك وحرف خفض هوصلك حرف كيسي وبلام وألف ألبا لغا قنصة فالاسم اسمه مركة أفر على مهلكم كو شيء أميد أجنومي قد يهجر فالاسم يعرف بالخفض والتوين ودخول الألف واللام حروف الخفض أفر تن على ملابه خريب يكاقران اسمه وعشة حروف الخفض اسمه خريب يكاقران لبنا اسمي آخر كهجران وتوين كي وصلك خفضه. فالاسم اسمي عرف ولا قنص بتوين الله بشقل بالو بتوين الله بشقل بالو قنص يا والخفض وصلك يا وحرف خفض وصلك حرف كيسي وبلام لام يا وألف وبلام وألف وبألب على جوده. علامات الفعل فعلك علامة ديس والفعل فعلك معروف ولا قنص بقد بدخول قد جليد قد هو مشترك مضارع يا ماضي بيقشا ماضي هذا التحقيق يا تغريب فايسا تحقيق السيدة قد أفلح المؤمنون يا قد قام زيد أوكل تقريب كي قد قامت الصلاة صلاة والأقنوع أي قروب قيامها هذا مضارع قشا تقليل يا تكثير يا رئي يا بدي قد يجود البخيل بخيل كين وحبيح يا لغا يا بخيل هذا واحد لولا ما برنا وحبيحن قد يستوق السدوق تكثير الله يرحم لو من بضمور شيغا يلا مبارك شو تحقيقنا والله اركي محاكمنا قد يعلم الله المعوقين ها ومضارع شو انا تحقيق واي والفعل فعلك معروف ولا قوس بقد بدخول قد نيقش وسين سين نيقش سين وحا خاص لا مضارع وحين فايسا مضارع مستقبل بيك نيقس سيقول سفهاء كوي سفهاء وحين له دونا سيقوم زيد زيد ويستاغ دونا سيقول المخلفون والفعل فعلك معروف ولا قوس بقد معروف وحالو غرتا لو قوس بقد بدخول قد جليدين وسين سين لا قش سين وحا خاص لا مضارع مستقبل بينا كدغتا مركي مضارع قش وتاي تاني سين دديغان تا تاد تا دا سو مع تسكين ريمعي اهاتي تا او تاني سي ساكن انا ماضي با خاص لا وامركو فاعل كو ددغي الفاعل مؤنث وي فعل كتا او تاني با كو دغ وحادي قد قام قامت هند بعد قامت هند قامت هند مركه تالا وحالا ربا ان لا ريبو مركه قار لعارض اما تخلصا من التقاء الساكنين ولو حركين كره سيده قالت الاعراب وقالت تخرج عليهن وتاي تاني هند دي انت تاده مع تسكين رمعي وتا فعلت فعلت تاده بعد كو اقوسن فعلت وات سميس فعلت انا سمي فعلت جواري وات سميس تاده انا جد فعلت انا سميو اما كرك فعلت اما هوسك فعلتي وتا فعلت فعلت مطلقا كلا قاد اسلام حركه ده كلا قاد
سواء كان للمتكلم متكلم أو بأن كانت مضمومة وتجدس أو فعلت أنا اسمي أو للمخاطب بأن كان مفتوح أو للمخاطبة بأن كان مكسور فعلت 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 وتا فعلت فعلت تا دي بالو قوسري مو دلا كان كلا قايسران أما جد أو فعلت له أما كبر يقول فعلت له هل نبى الله هذا شيء مركا فعلت أما هوس يقول فعلت له هل قبر بالله هذا شيء وذلك كجيت واتم لي أني يعني كجيت وارم لي لك هذا كويم يكجيت جواري هواتم وتا فعلت فعلت تا دي بالو قوسري مو دلا كان كلا قايسران وذلك كجيت واتم لي أراديتم والنون النون بالغوا قوسني والياء نون تاسيا ذا سوف فعلن افعلن افعلن دحذا اعطي وافعلي سمع افعلن ونون التوكيد والنون النون بالغوا قوسني او افعلن سمع او سمع يو افعلي قبل يا سمع فعل كامر بالبدن خاصة والنون النون بالغوا قنصني والياء نون تاسيا ذا سوف فعلن افعلن السماء والسماء لحد ذا وافعلي سماء يا ذا يا المؤنثة المخاطبة له علامات الحرف الحرف ليس له علامة علامة مره والحرف ما ليس له علامة فغز على قولي تكون علامة مديد ملحو والحرف حرف لم يصلح مصوبا له حرف كعلامة علامة مصوبة إلا انتفع قبوله أقبلي دي سواي دي دموين العلامة علامين وأقبل الأول ليس له علامة ليس له علامة علامة الاسم للقوة علامة الفعل للقوة علامة عدمية علامة العام النقل والحرف حرف لم يصلح مصوبة له حرف علامة علامة مصوبة إلا انتفع قبوله أقبلي دي سواي دي دموين العلامة علامين وأقبل الأول والحرف حرف لم يصلح مصوبا له حرف علامة علامة مصوبة ومن علامات الاسم ولا علامات الفعل من ذا مقام إلا انتفاء قبوله أقبل دي سوائي دي دموين العلامة علامة إنه أقبل الدرس الرابع عشر كي أفراد باب